النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم يقول قد أفلح، يعني تحقق فلاح. من ذكر في هذا الحديث؟ من؟ قد أفلح، من أسلم، يعني صاحب دين محافظ على دينه، ورزق كفافا، كفاف، وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. إذا اقتنعت ففيها راحة، إذا اقتنعت ارتحت نفسيا ورحت من حولك ولم تظلم أحدا. لكن إذا لم يقتنع الإنسان أشقى نفسه. نسأل الله يعصمنا وإياك.